احنا بننزل البوست بتاعنا على الفيسبوك، احنا بنجمع الساعه 5:30 قبل الفطار، بنبتدي نجهز الكوبايات والاكياس والتمر والعصير والميه، بحيث ان احنا الحاجات تكون جاهزه على الفطار على طول. اول ما الاذان بيأذن بنبتدي نوزع الحاجه. احنا عددنا بيتراوح في اليوم من 50 ل 60 واحد، وساعات في الايفنتات الكبيره بنوصل 100، بس المهم ان احنا لازم ننزل، اهم حاجه ان احنا ننزل. فده كان سبب برضو من الاسباب اللي خلتنا نعمل الفكره بتاعت الدوناتس والكنافه بالنوتيلا، بحيث ان انت الناس تشوفك وتعرفك، وفي ناس كتير قوي ابتدت تنزل معانا ما تعرفناش ولسه عارفيننا بسبب الموضوع ده، ابتدت تنزل معانا بحيث ان نجمع ناس اكتر ونشجع ناس اكتر انهم يعملوا خير ويفرحوا الناس. معديانز جروب نزل تكون من مجموعه شباب ولاد وبنات من ساعه الثوره، يا دوبك احنا بدايه نزولنا كانت بننظف الشوارع وبندهن الارصفه والجدران والحاجات ديت. بعد كده في نفس السنه ديت حبينا ننزل اللي احنا نفطر صايمين، نعمل وجبات، ننزل دار ايتام، ننزل مسنين، ننزل نزورهم نساعدهم، نشوف لو في غنيمات مثلا عليهم فلوس ولا بتاع بندفع لهم. السنه دي يعتبر احنا قلنا نعمل حاجه جديده، نزلنا كنافه بالنوتيلا، والنهارده برده وامبارح نزلنا دونتس. اللي في ايده اللي هو يقدر ينزل يفطر صايم ينزل. احنا جروب ابتدى في 2011، كنا بيزيكلي وقت الثوره بننزل ننظف الشوارع وبننزل نعمل كامبينز كده، فتعرفنا على بعض، كان كل جروب صحاب جمعوا بعض لحد ما جمعنا جروب كبير. بعدين وي ستارتد ان احنا ننزل كل رمضان. في الاول افطار الصائم والوجبات كان هي بالظبط كل سنه، وافطار الصائم يبقى عصاير وتمر وميه وكده. السنه دي كانت حاجه حد بيجيبها اوت اوف ان هو عايز يبسط الناس، فوزع كنافه بنوتيلا، فالسوشيال ميديا اتقلب ويلا يا جماعه شباب المعادي بيعملوا كنافه بنوتيلا. فتاني يوم ناس صحابنا راحوا جايبين دونتس، فاحنا كلنا كل حد بيجيب حاجه من بيته ونوزعها، فالموضوع ابتدى ان هو خلاص ما دول الشباب يعملوا كده، فالناس كلها بدات تنزل، هم عارفين مكاننا. احنا كل سنه بقالنا من 2011 في نفس المكان في نيركو، حابين نعمل خير، يعني عايزين كل سنه نعمل حاجه عن ازيد من السنه اللي قبلها.